هاي مام، نحن بس بدنا نقول لك انه بنحبك كثير وميرسي انه ضحكتينا كل هالسنين نحن وزعلانين وتحملتينا وغنجتينا. اليوم صرنا نحن نغنجيك. Happy Mother's Day, we love you. الله يخلي لك اياهم. جوزيف عادة بيقولوا انه الام مهما كانت الظروف ممكن انه دايما هي تعطي وقت اللي بتقرر انه تعطي من كل قلبها، ما بيهمها اي شيء. معنا قصة عن جد قصة مميزة، قصة نجاح كثير كبيرة رح بتخبرنا عنها رويدة يلي موجودة معنا. صباح الخير رويدة. صباح النور. رويدة علوان، بدي اقول انه حضرتك بالاول لحتى يفهموا الناس ليش عم نحكي عن هالقصة النجاح اللي كثير كبيرة، انه حضرتك حاليا ما بتشوفي ابدا، انت كفيفة صحيح؟ مضبوط. اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. ميرسي وعليك ان شاء الله. ويخلي لك الاولاد. ميرسي، الله يخليك. وبدي عايد كل الامات، بدي عايد ماما اكيد، بدي عايد حماتي كمان، بدي عايد كل الامات، كل امات العالم، وان شاء الله الله لا يحرم حدا من والدته، والله يخلي كمان كل ام الله يخلي لاولادها ان شاء الله. طبعا هيدي اهم شيء، لانه هول كل هول بالنهايه هن هديتها بكل سنه وكل يوم، كمان بكل يوم. ما قلنا نحن الام 365 يوم على مدار الحياه فقط لا غير. ما هيك؟ بدي لك يعطيك الف عافيه. حضرتك ربيتي ولدين، هلا رح تخبرينا عنهم بالرغم من الاصابه يلي وصلتي لها، وبكل عطاء بكل محبة بشكل متواصل بدون يمكن ما تتململي من أي شيء. لا. أول شيء بدي أعرف بس منك يعني الظروف يلي وصلت فيها لحتى ما بقى عم تقشعي كليا. كان عندي من أنا صغيرة مرض بيصيب العين وناس كتير عندهم، اسمه ريتينا ستيكمانتوزا. هيدا يعني بخلايا الشبكة تدريجيا بيصير فيها نشاف، وهالشي بيؤدي لفقدان البصر بعمر معين، يعني تدريجيا بيوصل الشخص لانه يفقد بصره تدريجيا. ما كان في اي علاج له؟ لا، هيدا شيء انه كل الحكمه كانت لك انه ما في مجتمع على انه ما في علاج. وبالنهايه الانسان بده يعني يحط هالشيء ورا ظهره ويعيش حياته طبيعيه وينسى الموضوع، لانه اذا بدنا نضل حاطين براسنا انه نحن عم نفتش على علاج، بنترك كل شيء ونفتش على العلاج، فبنترك العلاج على جنب ونعيش حياتنا وبنكفي. برافو عليك. وبنستمر بالرغم من كل هيدا الشيء، وعارفه وتحضرتي نفسيا وقدرتي يكون في عندك عائله واولاد. اكيد، ما انا من قبل يعني لما قررت انه يكون عندي عائله واولاد عرفت انه انا هاي المسؤوليه لازم احملها، وكنت متاكده انه ان شاء الله اكيد حانجح فيها، وهلا النتيجه مبينه الحمد لله، وكل شيء الحمد لله ناجح ومستمر. وما وهيدا موضوع انه انا ما انه ما بشوف يعني عن جد انا ناسيته نهائيا. شيء يعني سنوي بالنسبه لك، في ناس بتعظم غير امور اكثر من هيك بكثير. طيب حتى نشوف انه كل شيء في ناجح، صورنا ريبورتاج صغير كمان رح نشوف شيء في الاولاد، خلينا نشوف هالريبورتاج ونرجع على لقائنا. شو عندك اليوم فرح لكتير؟ ايه. اي صفحه عندك فتحي؟ 67. اوكي. 67. انا عم درس فرح كمان، بطلب منها تقرا اذا في شيء قرايه تقراه، اذا شيء يعني وانا بس انا من خلال انا عم اسمعها بعرف انه هي مثلا ناقصها انه تعيده مره ثانيه او مره ثالثه بعيده، اذا في مثلا ركتي او شيء بدنا نقلايه، إذا قدرت أحفظه من أول مرة أو تاني مرة بيمشي الحال، بقدر نقليه إذا كان صغير. وإذا كان طويل عندي أنا البريل المطبعة اللي بتطبع بريل، بضطر أكتبه على ورقة مشان أرجع أنقليه عن جديد حتى يعني ما أقعد أحفظهم وأتلبك وهيك. ماذا فعل الكلب؟ إيه؟ بالنظرة. حمل الكلب النظارة ثم هرب. ماذا فعل الكلب بالنظارات؟ حمل الكلب النظارات ثم هرب. من أعاد النظارات؟
جابت قصة من الشغل ليها بتاخد كل يوم قبل ما نام. في البقال ما فيها صور. لما بدي لبسهم انا بختار انه انا بقرر انه هاي القطعه انا بدي هلا طلع من الجارور بتطلع عادي. انا بعرف انه هاي من دسته القطعه بعرف انه هيدي هي القطعه مع بعضها وبيمشي الحال. ولما بدي اطبخ نفس الشيء كمان بحضر الاكل اللي هن بدهم اياها وبعرف اذا استوت بطريقه انه من خلال انه انا عم بالمعلقه عم دس الاكل هي بالطنجره او هي بالمقلايب. فالروحة هلا بدي اطلع لكم بجامات انت وحمودي مشان تغيروا ثيابكم. اوكي يلا. هاي البلولة عليك. اوكي منيحه. يلا هاي لحمودي كمان البلو مثلك طلعت له. يلا هلا بغير تغيروا ثيابكم مشان تناموا بعد شوي. اوكي يلا. بس لتصير أم بتصير بتوهي بحياتها لأولادها بيبطل عندها بتبطل بتفكر بأنه أنا بدي أعيش كل لحظة لحتى يكون أولادي سعداء أولادي مرتاحين. فبالتالي أنه حتى لو كانت عم تعمل أي شيء يعني حتى لو هيدا الشيء ما بيريحها وهن بيريح أولادها أكيد بدها تعمله. بحبك كتير يا ماما. يخلي لك اياهم. هون شفنا بالريبورتاج فرح وشفنا كمان محمد الزغطور. الزغطور اوكي. وبنعرف انه فرح الاولى بالمدرسه. الحمد لله. وكثير شطوره. بدي احكي بعد شوي عن اشياء حتى تعطينا معنويات لانه نحن بحاجه لمعنوياتك اليوم وكل اللي عم بيتابعونا. الجزء الثاني يلي الناس كمان ما بتعرفه يمكن او اللي بس قراب منك بيعرفوا انه زوجي كمان ما بيقدر يقشع. لا مزبوط. جوزي بيشوف بعين واحدة فقط يعني الحمد يعني ما بينعد ما بيشوف بينعد انه بيشوف بس عنده صعوبة. في عنده أوكي. مشكلة بالنظر بس انه الحمد لله ماشي حاله نوعا ما يعني مثلا في روح ويجي لحاله ماشي وهيك ماشي الحال. بيمشي الحال اكثر منك انت وهو موجود دائما الى جانبك بالتربيه مع الاولاد بكل هذه التفاصيل. هو بيعتبر كف النظر اللي موجود عندي هو نقطه نجاح بالنسبه لي وهو بيفتخر بهيدا الشيء. حتى هو ببعض الاحيان هو بيطلب مساعدتي ببعض الامور. اكيد خارج المنزل اكيد هو بيكون عم بيساعدنا بيساعدني انا والاولاد لانه هن بعدهم حمودي بعده صغير يعني بحاجه انه إذا ظهرنا أنه حدا يلحقه فهو بيكون عم بيساعدنا. والفرح أكيد عم تكبر وسبايت صارت بتتكل على حالها يعني. طيب خبرينا شوي يعني كيف بيتعاطوا الأولاد مع هيدا الموضوع؟ يعني بيعرفوا عرفوا أمتين قدي عمره فرح وقت اللي وعيت على هيدا على الموضوع أنه إذا أنا بدي أقول لماما هيدا أحمر أو أخضر يمكن يه ما أشعته أو ما عرفت إذا أحمر أو أخضر. فرح حقيقة كانت يعني وصلت لوقت من الأوقات حسيت أنه أنا لازم أخبرها لأنه هي ما كانت بتعرف وما كانت ملاحظة لأنه أنا عايش كتير حياة طبيعية وحتى الأشياء بعرف ألوانها وبقول لها إياهم. كانت تتعامل معي على أساس أنه إذا بدها تفرجيني شيء لبسته أو شيء تقرب علي وحتى أمسك مثلا أشوف شعراتها أو أشوف ثيابها. بس أنه هي ما كانت خاطر على بالها يمكن الولد أنه عنده براءة بيكون وما عنده كتير بفكر ما بيفكر بهيك أشياء. بس عن جد اضطريت آخر شيء لأنه عرفت أنه لازم على عمر 6 سنين تقريبا أنه لازم تخبري الولد بصراحة بالتصريح يعني الكلمة. فخبرتها بس هي عن جد ما كانت لاحظتها أنه ما كانت بتعرف. وبالعكس عن جد هلا من بعد ما عرفت ومرق فترة هيدا بحسه عن جد موضع فخر بالنسبة لها وبتستمد نجاحها من نجاحي. وهيدا عن جد بتشوف حالها فيه انه انا عندي مشكلة بالنظر. عن جد لمست هيدا الشيء انه عن جد حتى بين رفقاتها بتفتخر بهيدا الشيء وبتستمد اذا بدها تتحدى بالحياة واي صعوبات مرقت عليها من التحدي اللي انا تحديته بحياتي ونجحت الحمد لله. الحمد لله. وخبرينا اكثر عن محمد. حمودي بيعذب مثل كل الصبيان ورش شوي بدك تضلك معه. انت حمودي اجى كنت ابدا ما بقى عم تقدري تقشع؟ لا
انه بلحقوا انه مثلا حتى ما خليه يأذي حاله او شيء، اكيد بتبعه بكل خطواته، بلعب معه كثير انا وياه اصحاب، والحمد لله كل شيء طبيعي الحمد لله، حتى بهتم بكل تفاصيل حياته. اوكي خلينا نحكي شوي عن الاشياء هيك البراتيك بالبيت. وقتها بتحسي حالك انه انت بحاجه لمساعده، مين يلي ممكن تطلبي منه مساعده فوريه اقرب شيء؟ اول شيء بطلب من جوزي، يعني بنتي اذا، بس اجمالا ما كثير بطلب مساعدات، يعني عادي كل شيء طبيعي، ما كثير بعوز اشخاص، يعني مثل اي انسان طبيعي انا بتصرف في حياتي، ما بعوز حدا، قليل ما بعوز حدا انه بخن بهذا الخصوص. برافو. الاصدقاء عندك والقراب منك بتحسي انه في حدا بعد لانه هيك صار مثلا لانه حياتك تغيري؟ في اشخاص كثير بعده، في اشخاص حخبرك شغله يمكن تزعجني، في اشخاص اللي ما بيعيشوني بشكل يومي، مثلا من القرايب، اهل، جيران، ايام اوقات بيكونوا معي بمطرح معين، بيحاولوا اوقات ياخذوا من الولد، لانه هن ما، حتى لما يكون اصغر يعني اذا هيك بيبي، انه لانه هن ما عندهم ثقه انه انا حقدر اعتني فيه، كانه المجتمع بيحاول يحطم الشخص بشكل غير مباشر، يمكن لانه هن ما عندهم ثقه فيني، بس هن بينسوا انه انا ام، يعني انا بحب هيدا البيبي اكثر من كل العالم. صحيح. وما حاذي، ما حتهور مشان اثبت انه انا بقدر اعمل هيدا الشيء، عرض ابني للاذى او شيء، كمان انا بالنهايه عم عيش معه ليل نهار، يعني هالساعتين او ثلاثه اذا اخذوا الولد من امه، بيكونوا عم بينموا عندها فكره التحدي اكثر وعدم الاستسلام اكثر، ما اكثر من هيك. زوجك عم بيشتغل حاليا؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. وانت حابه تعملي شيء ثاني؟ انت بعرف انه بتكتبي شعر. انا بكتب خواطر وشعر، اكثر شيء لما يكون الواحد يمكن مضايق او عنده شيء براسه بيحاول يكتب، وعن جد هيدا الشيء كثير حلو، هيدا يعني فن بالنهايه. وحقيقه بدي اذكر شيء كمان عن جد، انه المجتمع بيعتبرنا قدوه، بيعتبرنا مثال، وكثير بيرحبوا فينا بكثير مطارح، بس لما نجي لنقدم على فرصه عمل بيتنكروا لنا وبيعتبرونا انه نحن ناقصين، وما بينسوا كل الشهادات، حكي يعني حكي بس وقت الواقع ما في شيء، صح؟ يعني بيحطوا شهادتنا على جنب، يمكن يفضلوا ياخذوا اشخاص شهادتهم اقل من شهادتي، مجرد انه هيدا الشخص ما بيشوف حطوا اكس عليه. هيدا الشيء كثير عن جد، يعني يمكن بلشت ايأس انا من هيدا الموضوع، 9 سنين اللي متخرجه من الجامعه، يمكن كل عيد ام بقول احلى هديه بعيد الام بتمنى احصل عليها، اني احصل على فرصه عمل ببلد مثل لبنان، بحاجه انه الام والاب يكونوا عم يشتغلوا لحتى يشوفوا ولادهم مطرح ما هن بيتمنوا. اكيد. وانا عم كل ما مرقت الايام اكيد الحلم عم يكبر عندي، بس كمان عم احنا رح نزيد على صوتك اليوم، بعرف انه يلي عم يحضرونا هن كتار وين ما كانوا موجودين بلبنان برات لبنان، يلي عم يحضرونا كتار، ورويدا هي حابه انه تشتغل لحتى تتقدم وتكون موجوده وتثبت حالها، ومثل ما شفتوها بفتكر انه قادره تعطيكم كثير، مش كل شيء يعني واحد بالاشياء اليدويه، بالفكر بعتقد انه هي قادره انه تعطي حتى كثير من الامور. ميرسي ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك. انا كمان مره بدي اعايدك، بتمنى انه يلي عم يحضرونا يقدروا حدا منهم يقدر يتجاوب مع هالموضوع، وان شاء الله يعني بنوعدك اذا نحن في اي فرصه حدا حكينا انه نقدر نوصل لك اياها. اهلا وسهلا فيكي. بالختام بدي اقدم لك هديه كثير صغيره ومتواضعه من هيمو، هو عقد كثير صغير، اعطيني ايدك، هيدا الهديه هي لك، هي عقد بدك تلبسيه وتذكرينا كل مرة. أكيد. وبعرف أنه رح تلبسي بفرح وسعادة مثل ما أنت هيك دايما بهالأجواء الإيجابية اللي أنت موجودة فيها. مرسي كل نحن ما نتشكر وجودك معنا. وأنا بتشكركم كمان، مرسي لك. أكيد، أهلا وسهلا فيك. مشاهدين عالمنا صباحي رح بيكمل اليوم، ووعدكم لغاية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت، خليكم معنا.